السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو جميل جدا ومفيد للبنات، وهو كيفية اني افرق بين الشاب اللي بيحب الجد والشاب اللي بيستغل ظروفي او بيتسلى علي. تعالوا تابعوا معانا الفيديو كامل وان شاء الله هتستفيدوا منه باذن الله. في نوعين من الشباب، في شاب فعلا جد بيحب الجد وفي شاب لا ده بيتسلى عليك. النوع الاولاني الكويس هو اللي بيحب البنت اللي تكون قليلة بحجابها وصلاتها، تأمره بالخير وتأمرها بالخير دايما. كل ما البنت بتكون متدينة أكتر كل ما الشاب بيكون بيحبها أكتر، وده هو الشاب ده ما تفرضيش فيه جدا خالص، وده صح فعلا ده بيحب الجد. والنوع التاني من الشاب اللي بيحب أوصاف جسمك، واللي بيحب إن شعرك ويقول لك أنا عايز أشوف شعرك، واللي بيحب إن يقول لك أنا عايز أشوف حاجة من جسدك، ده الشاب ده يعتبر إن مش بيحب الجد دايما. لو هيحبك بجد هيخاف عليك ومش هيقول لك على الحاجات اللي بتضرك ده خالص. هتكلم عن الأمر التاني وهو الاهتمام. في نوعين من الشباب، في شاب بيهتم بالبنت فعلا، بيحاول إن يشارك أحزانها وأفراحها، بيحاول إن يشاركها وبيتصل عليها دايما وبيسأل عليها. لو كان هي حزينة بيحاول إن يخرجها من المود بتاعها، لو كانت هي فرحانة لا يحاول إن يسندها. ده النوع من الشباب اللي فعلا صح بيسأل عليها وبيحب ده بجد. أما النوع التاني من الشباب لا، اللي ولا بيسأل خالص ولا بيتصل، ولا اتصل مرة بيكون دقيقة أو مش بيتصل. غالبا ده أول ما تتصل عليها بيحاول إن يتحجج لك أو يتحجج إن يطلع إن مشغول، وده من النوع اللي فعلا ده مش بيحبك وده مش شايف غيرك جدا. النوع التالت من الشباب هو لما تقعدي معاه أو تكوني معاه في حوار بيحاول إن يسألك عن مستقبلك. أنت بتحبي إيه في المستقبل بتاعك؟ بتحب تكوني إيه؟ ده من نوع من الشباب اللي هو حابب إن يعيش معاكي أو يكمل باقي حياته معاكي. النوع التاني من الشباب لا، ده بيسألك هو عن الحاجات اللي حصلت في الماضي وبيحاول إن يجعل الجو بتاعك مش كويس خالص، فده بتعمل عن الشاب دي خالص نهائي. الأمر التالت ده، في نوعين من الشباب لما يحكي معاكي أو يتكلم معاكي سواء مسنجر أو اتصال أو أي في مكان ده. في شاب تقي الله، بيحاول إن ينقي الكلام، بيحاول إن ينصحك، كل الكلام بيقوله كلام كويس في يعني خوف من ربنا، يحاول ينصحك كتير للدين. أي شاب أو أي إنسان في الحياة بيحاول إن يقول لك الخير أو الصلاة أو أي حاجة مفيدة، ده يعتبر إنسان ده اسمه إنسان صالح، يعني ده بيخاف عليك، فحاول إن تكون ساكت الشخص ده. النوع التالت من الشباب هو لما تقعدي معاه أو تكوني معاه في حوار بيحاول إن يسألك عن مستقبلك. أنت بتحبي إيه في المستقبل بتاعك؟ كل اختيارك ده يكون عن الشكل بس، يعني انا عاوز الشكل مواسيمه بس وتترك الحياه المهمه ويكون شاب صالح ويساعدك في حياتك وفي دنيتك وفي اخرتك، فما تجعليش الشكل ده شكل اساسي. وهنتكلم ده في اخر نقطه، وده امر مهم جدا ولازم يكون موجود في الشخص اللي بتحبيه، وهو نوعين من الشاب. في شاب بيحب ان يتقرب، في شاب بيحب ان يقرب لاهلك، وفي شاب لا مش بيحب ان يقرب لاهلك او بيخاف منهم. الشاب اللي بيحب يقرب لاهلك ده هو بيحاول ان يقرب المسافات عشان تكوني انت ليه. اما الشاب اللي مش بيحب ان يقرب لاهلك ده لا، ده فعلا ده بيتسلى عليكي او انت اصلا مش لازم. واخيرا هنختم الحلقه بتاعتنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس.